مرحبا بكم في قناتي. في فيديو جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك الإعجاب وتعليق جميل مثله. مدام خرجتوا رئيسكم يتكلم على البقوليات والأكل العدس واللوبيا، فاحنا ثاني نتكلموا، احنا ثاني عندنا حق الرد. الشعب الجزائري شعب حر وما يرضاش بدل. أني نهضر أنا على اللي متني الأكل والسكن والطعام، ومنا هادوك حقوق لاجئين، ما مسع مواطنين. المواطن وبليجي عليك توفر له الأمن الغذائي تاعو، لأنه ماهوش يطلب فيك وماكش تعطي له من جيبك، هذا حقه. نورمالمون في كل روبا ياكل 250 غرام تاع بروتين، ياكل الكربوهيدرات، ياكل اللي مالتي الفيتامين. واش هاد المستوى؟ واش هاد المستوى؟ فهمني أنا بالمستوى اللي راك تهضر فيه كيما هاك، واش راك توصل فيه الميساج؟ واش هي الرسالة اللي توصل فيها؟ الرسالة وصلت، الرسالة وصلت، هي أنكم تمارسوا في عقلية تاع اللي سبقوكم تاع التجويع تاع ويحيى وهادي. نورمالمون راه عندكم إكسبيريونس في اللي فاتوا باللي كلش إلا الكرامة تاع الجزائري عنده، هذا ما تخربلوش فيه. كلش إلا الكرامة تاعي، مواطن ما تخربليش في كرامتي خويا العزيز. راك عارف علاه ولا والو؟ لأنه حنا ماناش حيوانات، ماناش ديزيز كلاب، مش دير لي ابي تاع ما على باليش. هذيك قلت لك مارسوها مع كاين ياسر لي كاتيجوري في الشعب الجزائري. الشعب الجزائري راه فيه ياسر فئات، كاين اللي قابل للبيع وكاين اللي مهما كان المنصب تاعو ما يرضاش بدل. عاودوا حاجه جديده، عاودوا فيرجون جديده توصلوا بها. هذا كاع ماهوش ميساج تخاطب به الشعب. هي صح النور انا نعانو في فتره ركود وتضخم ومشاكل، ما سببها الشعب، سببها فساد، سببها قلة اهتمام بالمسؤولية، سببها ما تهبطوش للشارع تشوفوا الشعب واش راه يعيش. اهبط دير دورة وشوف، باش ما نظنوش حنا بلي باش نعرفوا بلي راكم الجزائر اللي راكم اللي رانا حنا فيها راكم فيها انتوما، ماكمش في ماناش في الجزائر واحد. هذه على بالنا كاع بها. بغيت تعرف الجزائر تاع الصح روح ريح في لي بلاج، هادو هما سوايع اللي نهضروا فيهم احنا. لي بلاج شوف لا جوناس على راها تحرق، شباب من اي شبح هو يهرب، على واش يرمي يروحوا في البحر يتعرض للموت ويتعرض لياسر صالح ومعليش ما يقعدش في هذه البلاد. على واش هذا السؤال كي تطرحو كي تحوس تعرف تطرح هذا السؤال تلقى الاجابه. الشيء الثاني سجون، السؤال الثاني قلنا سجون لماذا مالئه؟ اطرح السؤال تجد الجواب. هادو هما الأسئلة اللي لازم عليك شوف فيهم. مش يتكلم لي على الدنجال وكوكا وما على باليش واش، راه الناس راه الدم تاع الإنسان راه ولا رخيص، ولا الماكلة غالية على البنادم، وهذه راه هذا شيء خطير جدا للإنسان اللي عنده ضمير ويشوف بلي بنادم ما ولاش عنده كرامة. والله للأسف أنا أتأسف جدا لهذا الوقت اللي وصلنا له. بصح ما نستغربش انا مادام لحقنا لهذا المستوى نعرف بلي لعبوا معنا بيان. بصح انا قلت لكم لازمش نتمانيبيلاو العلم والعمل، هذا هما صوالح. حنا ما تجيش تحشي لي بماكله ودنجال وقوطي وما على باليش، ما تخلينيش نجري مور هذوك صوالح. انا ما نجريش مورا، انا المفيد. الهضره ياسر كاينه ياسر، وبصح حنا كنقعدوا نهضروا نتخطاو الوقت اللي تحدث فيه الرئيس تاع ساعتين قريب، ساعة و 47 دقيقة، نص ساعة وانا نسمع مليت واحد ورقة كبيرة وانا عمرت نقدر ندرك كنقعد نقول لكم على المغالطات ما يكملوش. المهم الا الكرامة ثم الكرامة، ما تلعبوناش على الحبل هذا تاع الاهانة ما نتهانوش باذن الرحمن، ولن تنكسر لنا شوكة، وباذن الله ثابتون على كلمة الحق وبدون خوف وبدون ترهيب. والشعب الحر اتونسيون تجمع التحيه وكاع ما يخلعوكش، والله ما كان حاجه. الميدان في الميدان هما ما كانش، احنا في الميدان كاين. تخلعنيش خويا ما تجيش تكتب لي تحيه وتحيه وتحيه، انا ما جمونفو سموني نهضر واش في قلبي، والله ما تقعد لداخل. اللي تجي لداخل نخرجها بربي ان شاء الله من وراها يسموني نهضر الى ان يريث الله الارض. ما توجدودنا باش نندلو. والسلام.